تظهر هذه الصور حجم التعديات على خط جر المياه من محطة علوك في مناطق سيطرة الاحتلال التركي واستخدامها لسقاية المزروعات، ما أدى لضعف الوارد من محطة علوك وتوقف الضخ من المحطة للأسبوع الثاني على التوالي. وأنهت أحياء وسط المدينة والأحياء الغربية أسبوعها الثالث دون مياه، ما أدى لأزمات خانقة في توفير مياه الشرب والاستهلاك. المي معانا يعني وين ما رحت، يجي ترجع ابو السهر يجي بده يعبي لك البرميل ب 10,000 ليره، احنا لا تاخذ بكره ب 10,000، وكنا ايد عامله يعني، صح ولا مو صح؟ وما عندنا سيوله، واليوم الوضع المتازم لاكثر والاكثر والاكثر يعني. ان وجدت الماء، الماء الحياه، واذا فقد الماء فقدت الحياه، نحن بلا حياه. يعني لولا هالمنظمات اللي حاطين بالشوارع الخزانات والناس مقضيه امورها، ولكن ايش؟ رمق ضعيف. يعني مرة موجود مرة مو موجود، يعني المي مو على طول موجودة، المي الحلوة نحن نعاني من مشكلة فقدان الماء. هلا احنا بالعزية، العزية كل 20 يوم يجيها مي مرة واحدة، أنا بالشهر عبي 32,000 مي، هاي لحالة مصروف، هاي ما بالشهر، هاي ما لها علاقة بكل شيء. وخبرات ما عندنا مي خالص، إيش هاي حالة يعني، هلا والله العظيم ولا نقطة مي عندنا، طلع ما عم بدور على صهر ايش هاي عبينا. هاي حالة مشكلة، ما بتجي خالص، كل 20 يوم 15 يوم تجي ساعة ساعتين وتقطع. ويجدد الأهالي مطالبهم للضامن الروسي والمنظمات الدولية للتدخل ووقف التعديات على المحطة بما يضمن وصول مياه الشرب إلى الأهالي. احنا نطالب من الصديق الروسي من المنظمات انه إزالة التعديات اللي عم بتصير على محطة علوك على الكهرباء، توفير المي يعني خاصة بالصيف، ما عم بنلحق تعبي من الصهاريج، يعني نص الراتب عم بيضيع ورا صهاريج المي. بقى نطالب انه المنظمات الدولية ومن اصدقائنا الروس انه ايجاد مساعي وحل جذري لهالمشكلة وازالة التعديات اللي عم بتصير على المحطة. يضغط على المنظمات الهلال ولا اليونيسيف انه تحلون هالمشكلة، يعني مو معقول اليوم محافظة مركز مدينة فوق 20 يوم ما يجي مي. بالألف واسطة تيجيك نقلة المي، وب 12,000 الخزان 5 براميل. يعني مشكلة، العالم صارت تشرب مي مر. والله مي مر العالم تشرب. مع تجدد أزمة مياه الشرب في الحسكة وريفها، تنشط الجهود الحكومية الروسية المشتركة لإزالة التعديات على خطوط الجر والكهرباء وإعادة المحطة إلى طاقتها الاعتيادية ومنع تكرار مأساة انقطاع المياه عن مليون مواطن. أيهم مرعي لقناة سما، محافظة الحسكة.